وهذا الذي يقوم بهذا الأمر ويقرب بين الأطراف ويسعى لهذا العمل هو يسمى السمسار أو الدلال. وهذا العمل هو عمل مشروع جائز أجازه أهل العلم. ما هي أجرته؟ ولا تترك الأجرة مجهولة لا تعلم كي لا يحصل هناك نزاع بين الطرفين، كما هو حال في الأجرة الأجير. وقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأجر الأجير حتى دون أن يعلم أجره، دون أن يبين له أجره. والأصل ألا يتقاضى أي شيء فوق ثمن الكتاب. وكذلك لو وصاه أن يشتري له شيء طعام أو جوال أو شيء آخر، ما دام هو هذا الشخص الذي اشترى هذا الشيء ليس من أهل الصنعة، هو رجل غير متخصص يعني.